حالة تعذيب اشوفها بوضوح على ايدين المجلس العسكري. زميلنا رامي عصام خطف ضمن عشرات المختطفين او مقدر تشوفوهم وعذبوهم واترمى على الباب. فرامي عصام رمز بروز الثورة ايضا ومغنيها. شكرا. برافو. يلا رامي. يا جماعه اللي خاله محمد هاشم قاله دلوقتي انا 9 مارس تقريبا يعتبر ما حصليش حاجه بالنسبه للمهزله اللي حصلت في الايام الاخيره دي. ف بتمنى ان الناس اللي تكون ما نزلتش معانا في بعد احداث القصر العيني بعد المهزله اللي حصلت على ايد الجيش دي يكونوا بيشحنوا عشان يوم 25 يا رب يعني. واحنا ان شاء الله كل واحد فينا هيعمل اللي يقدر عليه عشان يوعي كل الناس اللي حواليه على الاقل. ان شاء الله لو نزل كل يوم كل واحد فينا ينزل 25 ماسك في ايده 5 من صحابه او من قرايبه اظن ان احنا هيبقى عددنا كويس جدا جدا في اليوم ده. واذا هم ما ضربوناش في 25 وده المتوقع طبعا مش هيقدر يضربه ف احنا ما نضربش ما نروحش عشان هنضرب 26 مش احنا اللي نضرب والثوره تكمل يعني ان شاء الله. مش احنا اللي هنضرب ولا هنضرب ولا هنضرب وهننجح. بص على بص على العقل بيتر صح يا مصر بالعقل كله يبقى عميل من ساسه الراسه يبقى عميل من ساسه الراسه يبقى عميل من ساسه.